في مفهوم المسؤولية الاجتماعية. إن المسؤولية الاجتماعية فلسفة أخلاقية تحتاج علماً وثقافة ووعياً بمفاهيمها وأدوارها في ازدهار أمم وشعوب وسعادة مجتمعات، خاصة إذا كانت المسؤولية الاجتماعية جزءاً وركناً مهماً في الثقافة الإسلامية ومن ثم الخلق الإنساني القويم. يحسب لها ألف حساب ومدن المجتمعية والعمل التطوعي قبل 5 أشهر تبين تحقيق الرؤية المملكة العربية السعودية ولله الحمد رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية. الشعب السعودي نفسه تربى على منظومة من القيم ولله الحمد، منها قيم الدينية والعادات والتقاليد التي تحث على المسؤولية المجتمعية. فنحن لسنا طارئين على هذه القضية، مجتمع ينتسم بالفضيلة ويعمل أبناءه وبناته على خدمة المجتمع. مهم أن فعلا نغرس قيمة المسؤولية المجتمعية، لهذا في فلسفة غرس هذه القيمة عندنا الدوائر الثلاث: الأسرة، المدرسة، المجتمع. التكامل بين هذه الثلاث فعلا تحدث غرس قيمة لشاب وشابة يؤدون إلى تنمية المجتمع ونحقق رؤية المملكة في برنامج القدرات البشرية من خلال دعم أيضا برامج موجودة من خلال منصة المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها مؤخرا وزارة الموارد البشرية. هناك بعض البرامج التي تعتبر احتياج تنموي، والمسؤولية الاجتماعية ربما من خلال الشركات تسد هذا الاحتياج ومن ثم تتحقق التنمية المحلية. والتنمية المحلية طبعا هي مستمرة وشاملة، والاحتياج لن يتوقف بيوم معين أو سنة معين، وإنما مستمر كل فترة تتغير الاحتياجات حسب احتياجات المجتمع. وصفة قياسية يعتد بها لما يجب يطبق